البطولة دي من السنة اللي فاتت كان يعني ايه، كانت هي اللي قدامنا، بس طبعا حصل الظروف السنة اللي فاتت وقعدت يعني الحمد لله. السنة دي كنا مصممين طبعا عليها للفوز. اللعيبة، مجموعة اللعيبة اللي كانت معانا كانت مصممة تصميم غريب، والحمد لله يعني ربنا وفقنا وجبنا الكاس الحمد لله. اي حاجة بيخش فيها النادي الاهلي طبعا بينظمها بطريقة يعني مش دي بالنسبة للنادي الاهلي، دي ما التنظيم ده طبعا حاجة اساسية فيه من اوله لاخره، يعني من اول ما تخش النادي لحد ما تخرج من النادي وانت تحس ان انت في يعني معلش في حاجة اوروبية من ناحية التنظيم واللي حصل فيه.